إن لم تتمسك بحبالها وتمرح أسقط في الهاوية. نايمة مرحبا بك. اسمك عجبتك شوية الأرجوحة هكا في البداية؟ طبعا. ليه ليه اني فرحان كي عجبك الحال وانت وقفت. الله يرضى عليك. وشنو هو السؤال اللي ما كنتش حبيت اني نسقسيه لك؟ السؤال اللي حبيت واللي ما نقدرش نجاوب عليه ما نجاوبش. سأل كلش. سأل واش تحب. انت قلتي لي. وي وي تقول. احكي لي شويه يعني على طفولتك كيفاش كنت؟ يعني اصلا دقيقه برك كاين بزاف ناس اللي كانوا شافوا الباساج تاعك في الاول العام اللي فات بعيدا عن السياسه بصح نعطوا لهم ملخص يعني طفولتك كيفاش كانت؟ يعني نايمة بما أني أصغر وحدة في العائلة مدللة لا بالعكس خجولة ويعني كي تجي بعد ربع بنات ما كما يقولك عسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم ومن بعد كي كبرت هكذا شوية وليت الحمد لله بيان أكسبتي في العائلة علاه كانوا يغيروا منك؟ كانوا شوية يجبدوا لي شعري صغيرة يدفعوني شكون فيهم أكثر اللي كان؟ اللي كبار عليا شوية شكون؟ ماشي اللي رباتني اللي رباتني القايمة هي اللي رباتني باسكو فوزية ثانية هي اللي علمت لي كانت شوية فلة وعايدة هكذا بناتنا نتقرشوا سيتي اون بيل انفونس الحمد لله بحالها ومرها وجوحة الحياة عادة ما تفرض على الناس أنهم يكونوا محاطين بناس بيضاء وناس سوداء شكون هما أكثر الناس المحاطين بيك؟ ما فهمتش تخي بيان حاول لي الناس هضر لي بالدرجه خويا معليش بالدرجه نهضروا رجوحة حياتك الحياه يعني بصفه عامه تفرض علينا باش نكونوا محاطين بناس نقولوا عليهم ناس بيوضه وناس كحوله شكون هما الناس الكثره اللي دايرين بيك؟ انا قلت لي فاصون ناخذ الدنيا بالبون كوتي ما نصعبش الحاجه على حياتي دونك كل شيء مقبول في حياتي سواء ابيض ولا اسود ولا سلبي ولا ايجابي مقبول كل شكون هما الناس الكثره اللي دايرين بيك؟ اللي دايرين بي الحمد لله عائلتي ابيض جمهوري ابيض كل شيء ابيض الحمد لله الحمد لله يغيروا منك الناس ما على باليش ما شكيتش لا فاش ما مش عندي باش يغيروا مني جام يغاروا منك مش بينولكش الغيره تاعهم الناس لا لا والو هاي بالدبلوماسيه اليوم راهي انا بالي بدي غير في الكواليس قول اسمع روح شو نقول لك لا لا انا ما لا واش زادت فيك الشهره بالعكس اسمح لي نقول انه الانسان اللي يغير من الانسان في جواته يحبه باسكو يحب يكون كما هو ويحب يلحق ليه ويحب انا بو موا الغيره سي با اون تاغ باسكو واحد اللي يكره انسان ما يجبدش كامل سيرته ولا ما يهضرش كامل عليه ولا حتى ما يسانتيريس با لحياته ولا مي بالعكس انسان اللي يغير من انسان صح انه الغيره تقدر تؤدي لحاجات مش مليحه انما نقول انه نوع من الحب مي سي ان اكسي تاع الحب وي وي واش غيرت فيك الشهره ولا واش زادت فيك؟ ما غيرت فيا ما زادت فيا نايمه نايمه انا ملي نشفع على حياتي صح انه عشت في الجو تاع الاعراس ملي كنت عمري 8 سنين دونك يوميا نشوف الشابات ونشوف الاعراس ونشوف يعني كاين القرايه بيان سور كنت نقرا وطفولتي عشتها كيما قدرت يعني ما بالعكس هضره حاجه حبينا ندخلوها لك البلاطو نعيمه مرحبا عليها يلا حمزه شكرا لك حمزه اوكي هذا واش جابوا هنا لا كاميرا وراهي هاي لا كاميرا تاعي هاي فيك يا امل معليش شوفي في امل هاي فيك احكي لنا على هذا هذا سي لون دي روجيس كو مون بير ما ليسي حاجه بزاف عزيزه عليا الله يرحمه صارت لي ان بوتيت انونداسيون في حكم فيه سي يعني حاجه بزاف عزيزه عليا ويا اون انونداسيون كان في الكوفر شويه توسالي مي حاجه بزاف عزيزه عليا كيما نقول المخ تاع بابا وعلاش غير انت اللي ديتي هذا؟ ديتو باسكو جيتي تخي بروش من بابا وبما اني كاتبه كلمات كيما بابا دونك تخي سوفون كنت نقعد بزاف بجنبه يقول لي نعيمه هادو سيدير كامل لي روجيست تاعو حمزه شكرا لك كنت متقربة بزاف من الوالد تاعك بزاف قعدت بزاف مع بابا يعني كامل خواتي تزوجوا 16 سنة وقعدت أنا بزاف مع بابا يعني كنت نقدر نقول أنه كنت الطفلة الوحيدة في الدار كان الوالد والوالدة الله يرحمهم وأنا كنت بزاف من كي يكتب حاجة يشاورني
على كل حال هو يحب كاع ولادو كان يحبنا كامل الله يرحمه. مي كي تزوجوا الكبار قعدت انايا جيت تري بروش دو. حنا واقفين في ارج واحد الحياه ندو شويه تعاليق تاع الناس ونعطوهم لك وتعطينا تجاوبي عليهم. مانيش راح نكون قاسي. تعاليق تاع الناس وعلى بالي بالانتقاد راك لها. نعمة بابسة نزعت جمال أغنية حزية بأدائك الأخير في برنامج كوك ستوديو وتلقيت انتقادات لاذعة بعدها. اللي حاب يسمع أغنية حزية تغنيها نعمة بابسة يدخل أون لايف في صباحية تغنيتها بالسنتي تاعي وبالموال. وش صرا في ماشي أنا اسمح لي ماشي أنا اللي نزعت لها جمالها وكنت ما كنتش جيتي با بور باش تغنى أغنية حزية باسكو جمال أغنية حزية رائعة حزية اللي نسميها هي الكلمات لو تكست دونك ما حبيتش انه الكلمات يتزربوا هكذا باسكو ماشي اللحن اللحن يعني اللحن جايه في الراس جايه يعني تري كاري كوم انما رائعة حزية هي كلمات الشاعر بن قيطون وحتى لو اسمه لا جام اللي عطاوها لنا كانت بزاف حافظة وكنت حابه ندير لها الموال دونك سيتي با بوزي ماشي بيديا انما اللي يحب يسمع اغنية حزية على يعني كل حال عبد الحميد عبابسة ويلزم يغنيها راجل انما اغنيه حزيه اللي بزاف يطلبوها اللي نغنيها غنيتها بالموال وحدي بسنتي في صباحيات كانت ناجحه اكثر من اللي تغنات هذيك. كان المفروض يختاروا اغنيه واحده اخرى للوالد باش يقدروا يعملوا لها ديزارونجمون. كان مشكل في الايقاع كان الغناء يعني هو يعطيه الصحه الكرون مايسترو صافي بوتلا وعمل واش قدر انما رائعه حزيه اللي با بازي لو تنحي لها ان كوبلي راحت الغنيه هي طويله فيها 20 دقيقه ما كانش لازم والشارم تاعها هو هذيك الكوتي بدوي اللي هي القصبه والبندير تخدمها بايقاع متبدل لقام حطيته يعني ما صح انه من صح ما قتلتهاش من نعم يا بابسه الدنيا قامت بعد فرح ابنك وش كان السبب؟ السبب انه هو فعلا عملت فرح بنسى حتى الفرقه كانت نسائيه والمطربات نساء وكم نساء انما ما تقدرش تعز 500 مره سجلوا بلي بورتاب كيما راهو صاري في كل الاعراس تقريبا سجل الفرح و ويزون بارتاجي وصارت صارت بلبله والحمد لله كلش يا اخي قال لك العام فيه 12 شهر 6 شهور يهضروا 6 شهور يسكتوا هجمتني هذه. نعم بابسة أنت تكرهين الأفارقة وأنت إفريقية الأصل. ما نكرهش الأفارقة يا عالم. كلمات قالت هذه مؤخرا بزاف. سمعتني قلت نكره الأفارقة. وش قصدك مع الأفارقة؟ ما تكرههمش هي كان زلت لسان فعلا. كنت في الطيارة عيانة سيتي لو 3 جونفي يعني شافيا وكي طلعت في الطيارة أنا عندي حاجة وقلتها لك ديجا في الإيميسيون ما كانش تحب تقتلني جيب لي واحد برك. يكلاك الشوينغوم عند ودني. فما بالك يجوا اكثر من 18 واحد يطرطقوا في الشوينغوم يعني لو كان كنت في الطياره وكان فيها امريكيين كنت نقول الخطوط الجويه ولات امريكان ايرلاينز ماشي انا اللي جاوبوا لي يكرهوا الافارقه باسكو تحسوا كي قلت اغالجيري ولات اغواكادوغو انا ما نكرهش الافارقه مي لي كلاكمون دو شوينغوم بزاف سالت للمضيفه قلت لها اذا ممكن نغير المكان قالت لي لا لا دونك ما عرفتش من جبتي لقيت الطياره مازالت فيسبوك على بالك انا عندي مون بتي موند فيرتوال فيسبوك شكيت لهم تلمون كنت منرفيه ملي كلاك مونت فينغوم كي طارت الطياره ندمت بعد ندمت قلت انا عيمه واش درتي درت اون فوتو انا ما عنديش عينين هنا ما على باليش شكون قاعد من اللور ومن بعد داروا ودرتها في الفيسبوك دائما كاش يشوفها من اللوم اللي نحاها شكون اللي نحاها؟ ما على باليش وحنا بيناتنا معليش الجزائريين نتمادغوا بصح ما نتسرطوش. ما ناس حبت تدير لك مشاكل. انا ما غادتنيش اللي نحاوها ولا صارت لها بلبله هنايا. غادتني اللي داروها دون دي باش افريكان. وجيتي مناسي ويعني بعثوا لي تهديدات هذو تاع لي اس او اس راسيزم في اوروبا في باغتو. يعني كبرت بزاف الحكايه. هددوك بماذا؟ ومن بعد اعتذرت هي زلت لسان برك. باش هددوك؟ هددوني بالقتيله. قالوا لي سي اون فو فوا اون فو اون فو اون زونليف لا تيت ولاو يسبوا من بعد ولاو يسبوا في الجزائريين ولاو يسبوا في الجيري لافريك دو نور سي با سا فو سي ا نو وكذا سورتي دي زيت دي زغاب وانتم لا دوما خلاو ما يحطوا كاسكو جي في طفيت الفيسبوك ما نقدرش كاين ما نقدرش اعتذرت ولبست درت زوج مرات مره جمي في اكسكوزي
قلت لهم زلت لسان وكذا ومن وانا جي ايبرجي ما قلتش خدمت قلت جي ايبرجي عائله افريقيه عندي بينيفولمون ساكنين عندي في ساكنين في دار تاع بوهارون ومن بعد عاود درت اون باج بور لي باج افريكان لي لو بيتي جورنال دي بيتي غابوني توس بور لافريك هادو كامل اللي بعثوا لي تهديدات لبست افريقيه ودرت دي وهدرت لهم قلت لهم جو دي تيست با جو زام اي جو سوي لا ما نكرهش نو انا جو سوي نور افريكان اي جو دي تيست با من وبابا خوه اللي تربى معاه نيجيس هذايا سيتي كان شرطو غامقة سيتي صح كاين بزاف ناس اللي قالوا انه بعد ما اثيرت الضجة غيرتي الموقف تاعك بصح انت على باز انت ما تحبيهمش انا ما نحبهمش كلهم دخلتو في قلبي وشفتوه انا ما نحبهم وعلاش انتم ما تحبوهم هادو اللي هضروا هما يحبوهم زعما يضلوا يسبوا فيهم هذوك مساكن سادة كنار كامل ما يسبوا فيهم اي دي في مساكن كي اون ايتي اغريسي مرميين ما جو بارل با غير عندنا بارتو مي انا نحبهم يريدوني سيت ان بوبل كوم نو نزيد نقول لك البشرى الغامقة انا يا اخي مرات انا ما نغيرش بصح مره نغير من بشرى تاع عايده اختي باسكو لي بروين لي بيان بروين اي جادور دابي جي عليها ايتو لي تري بروين والعرايس شابات كامل العضرات اللي خدمت لهم عراسهم كامل من ورقله ومن تمن غاسلت ومن درت لهم حفله بدا داروا لي ما نقدرش بابا ديز اول من اذن سيت ما نقولش انا سي بشرته غامقه وعلاش انا بلوندو زي بلو ولا امريكانيه انت لي جو سوي نور افريكان والغاسيز ما فياش يعني ماشي حاجه اللي ديتها من بابا ولا يمني ما اي ما بابسا نطلبوا من المخرج يعطينا بعض الصور نشوفوهم ولا فيديوهات واعطيني تعليقات عليهم هنا وي يلا يا زكي اوكي العرض المسرحي الذي حمل عنوان حزية عائلة عبابسة انتفضت بعد هذا العرض ويعني حتى من الناس اللي يحبوكم كانوا قالوا علاش يعني داروا مسرحية بهذا العنوان وما شارك فيها ولا شخص ولا فرد من عائلة عبابسة صدقني أنه والله مشتا وأنا نزيد نعود لك نرجعوا لرائعة حزية أنا ما نحب نشوفها لا فيلم نحب نسمعها بصوت عبد الحميد عبابسة وكلمات بن قيطون ولا حتى اللحن ما نحب كلمات حزية ونحب صوت عبد الحميد عبابسة في حزية هادي ولا ما شفتهاش اصلا يعني صراحه عموما انت ثان كنت قلتي علاش ما كرموش الوالد تاعي هادي نقولها ونعاودها انه ما كرموش الوالد ولا حتى كي كان حي وبابا راجل متواضع وقنوع وحتى كي كان مريض نعاود نقولها انه في المشفى عين نعجه من غير الحاج نور الدين الله يرحمه والله يرحم معطي الباش اللي جاو طلوا عليه واحد ما جا طلع عليه صح بيناتنا كان دائما نهضروا شويه وكيما تسمح لي وكيما الله يرحمه الا كاين اللي ماتوا غير كيما راهم في لو سيزيام مي الحمد لله باذن الله نعملوا له تكريم ايوا هذا واش كنت نقول لك ان شاء الله باذن الله نورمالمون تومتان بنات تقدروا تكرموا ديروا له تكريم لا هو ابن الجزائر وكان يحارب بالقلم وخدم الدوره وراح تعينوا في في اون برينسيب سي الدوله تاعو اللي تعمل له بعيدا عن السياسه بصح نتقرب شويه انما بعد 20 سنه ملي مات بابا الله يرحمه منقول انه احسن تكريم اللي داروا بابا هو صلاح الدين فلا سلطان الطرب نعيمه شيخه البلاد عايده اللي راهي في التمثيل ما شاء الله عليها قايمه اللي راهي ارتيست في الفن تاعها وفوزيه اختي اللي راهي فنانه وعلمتنا كامل اولاده ونجيب اخويا اللي من اروع الاصوات وكل جيل اللي خلاه ابويا هذا هو التكريم الكبير تاعو طلبوا من المخرج يعطينا الصوره المواليه في مقال نشر على جريدة الشروق يوم 11 جوان 2017 قلت لمسؤولية الثقافة الله لا تربحكم هذه مش على عمري ما كتبتها هذه ديجا دي تصويره شكون داروها ماشي شابة المقال نشر على جريدة الشروق رابح ميرسي رابح لا سي بون هذا هو الجواب رابح ميرسي انا عمري ما قلت هذه وهاد التصويره ما نديرهاش باسكو ماشي شابه ورابح كل يوم يدير لي دي فوتو مزعق كذا وانا باكش نحب نسقم روحي ونحب دونك هادي على انت ما تفهميش ما كاش منها باردون ما تفهميش مع زعما رابح لا لا نتفاهم معاه نوجه له تحيه بالمناسبه ايه يعطيك الصحه رابح ميرسي مانيفيك طب انا عمري ما قلت صح كيما تقولي قسما العظمه الثقافه الله لا تربحكم واش تقولي لهم انت المسؤولين الثقافه راني نخدم معاهم مره ما نكونش خدامه
نكون خدامه ما نقدرش نعمرهم ما نساونيش ني جامي تي صح انه بينهم اسسنا ثبت الفنانه ثبت الفنانه نعيمه عبابسه في منشور طويل لها جام غضبها على منظمي الحفل الذي سيقام الليله باوبرا بوعلام بالسياح يكرم يكرم الاغنيه الصحراويه بينهم ولذها الفنان الكبير الراحل عبد الحميد عبابسه. بصح ما قلتش لا تربحهم، قلت داروا تكريم الفنانين تاع الاغنيه الصحراويه، علاش نو با بونسي على بابا؟ بصح ما انا ماشي انا مربيه ما نقولش لا تربحكم. نعم يلا سارة بح مالفة مع معليش خويا صغير نحبك نشوف عجبتني الصورة الله يعني. يلا ذكرنا في قيل مغني جزائري يطلب من المحكمة إسقاط نسب ابنه من الفنانة نعيمة عبابسة، كنت صرحتي أنه ابنك الحقيقي ولكن فيما بعد يعني طلع انه مش انا صرحت انه ابني الحقيقي وحبيت نستر ابن من ابن ابناء الجزائر وقلت كي دير 18 سنه نصارحه وهذه بدون تعليق. اسقاط النسب من حقه، نحامي الطفل مازال وليدي راهو 19 سنه في عمره وقلتي له باللي ماشي ابنك بعد دوزا واسمع قرا وشاف كيفاش كانت رده فعله؟ عمل لي بتي ديبرسيون، وقفت معاه وعلى بالك سلاح ذو حدين، كي الطفل يسمع انه الام والولد مش ماشي تاعو يا يروح في الانحراف يا يدير لي بتي ديبرسيون. وقفت معاه بوندون دو زون والحمد لله، ودوك راهو يفي سون ستاج دو كوافور راهو لاباس عليه ولد زي الفل، وهذه حكايه قديمه يعني معليش. يلا نعاودوا نرجعوا نقابلوا شويه المشاهدين تاعنا. نعيمة عبابسة، هل لديك الجرأة لكي تسردي لنا ما الذي وقع بالضبط في عيد ميلاد إحدى الصحفيات من دون ذكر الأسم؟ نو كومنت. احكي لي شوية برك بلا ما نجبدوا الأسم. لا نو كومنت. ما نجاوبش. أنا حابة. أنا مرا. بصح عندي نفتاع رجال خويا. انا اللي يمس الحاجه اللي من 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 اللي يمس لي العرض ديالي ولا نولي شويه مش ما نحشي مش بصح واش ديري له نخطف نتخطف شويه من مخي واش ديري بصح ما درتش يعني دفعت على حقي وعلى النيف ديالي هذا ما كان صح. واش درتي احكي لنا الناس ما درت ما نقول لك واش درت نو نو ابسولومون هذه حكايه حكايه من ما نقدرش نحكي لك معليش خلاص معليش والله غنحترم مش مي حاجه اللي تمس العرضي والشرف ديالي نولي شويه نولي راجل نولي نعيم هذا بس مش يعني رحت فعلا تصرفت كما كان لازم الحال وسلكت على العرض ديالي ولا ما كان نعيم عبابسه نزعك للحجاب ونحبها نحبها هذيك الصحفيه نموت عليها نوجه لها نقول نعتذر يعني كيفاش تصرفت انت تاني ما كانش لازم تصرفي الكونترول هم يقولوا لي شكون محبيني نعم عبابسة نزعك للحجاب اثار جدل كبير في السوشيال ميديا مؤخرا. شوف كاين فرق بين نزع الحجاب وتبيني شعرك. انا قال له غطي شعرك غطيت شعري هذا ماشي شعري هذا كان اللي قالوا غطي شعري ماشي شعر ها يقولوا في الدين تاعنا غطي شعري داكور فوالا انا جي بسورياسيس دونك ندير الماش نغطي من شعري ما كاش اللي يشوفوه. وعلى كل حال كما نقولوا حنا كي نسترو نسترو لافنتان والبرانس ما قدو ماشي الكوكب ابيض مش من شعر نو نو ما عنديش اما هيستوريك ما رايش امي معايا في فيسبوك ما نقدرش نعطيها لك باسكو سوبريماتني. لا لا دوك نعاود نعرضك ما تخافش. علاش حذفتيني من الفيسبوك يا ايما؟ علاش سوبريميتيني؟ لا لا نحاول نعرضك صح قولي لي علاش برك ها؟ علاش سوبريميتيني؟ ياك انا في لقاء صراحة سوبريميتك باسكو زعفت عليك بصح انا نحبك وانا نحبك نموت عليك وليدي ربي يخليك بصح شوية ما علاش سوبريميتيني؟ يعني شوف سوبريميتك باسكو اون برانسيب لو لاج سال سو لافون فامي اون ميدياتيز با مشكل بين عائلة ولا بين زوج خواتات لو كان برانية لكل أفادها بصح أختي ما نقدرش نموت. نعيمة عبابسة تشرفتي بطرد أختك عايدة عبابسة
صح ولا ماشي صح. دوكا خلينا نهضروا على المكشوف بصراحة. الناس كامل تبعت الحلقة تاعي تاع عبابسة، الناس كامل تعاطفت معاها، بعدها انت قلتي باللي ماشي صح، والناس حابين يعرفوا. انا نقول لك حاجة واحدة باش نلخص، باسكو ما نقدرش اختي وما نقدرش نجاوب الهضرة اللي هضرتها. نقدروا نكذبوا على كاع الناس، من ربي ما تقدرش تكذب عليه. انا قلت هاد في لابتي فيديو انه قسما عدما بعد 5 سنين معززة مكرمة كانت ساكنة عندي اختي وعلى عيني وراسي وعاونتها باللي قدرت عليه وخدمت معايا، انما ما خرجتهاش يديها فوق راسها. عطيتها مبلغ مالي وعطيتها عفش اللي تعمر به دارها ورحنا لا. ومن بعد الحاجات الاخرين ما نحكيوش، ما نقولش نكذبوا على، ما نقولش انها كذابة، مي نقول حاجة واحدة انه نقدروا نكذبوا على كاع الناس، مي ربي سبحانه ما نقدروش. قال حاجة اللي على بالهم ما من الناس اللي كانوا يشوفوكم في لي ريزو سوسيو، على بالهم بلي انتم تتحبوا متفاهمين. نحب كاع خوتي. واش صرا فيما بيناتكم مؤخرا؟ علاش زعما صراو هذه المشاكل؟ كاين ناس اللي حبوا يفرقوا العائلة تاع عبابسة. نحبها وفي اختي وكامل خواتاتي نحبهم. انا مرا معروفه اني صح في الله كانت في بيروت دارت لاكارير تاعها، وفي الله عايده 26 سنه وهي في مصر، وانا الحمد لله كنت هنايا نحارب في مرض خبيث، وصح انه انحرمت اكثر من بنتي اللي كنت خلا بها راهي مزوجه 26 سنه في عمرها. صح انه خدمت بزاف وبنيت ديور درتهم لعقوبتي باش كي نلحق الخمسينات نكريهم ونعيش بهم. ما ملغري تو سا سكنت عاونت في الاختي على عيني وراسي ساكنه. نقول لهم في الاختي كبيره بصح كي بنتي هاي ساكنه صافي ديزون ما نقدرش نخرجها باسكو سي ما سور، ونقدر نقول كله من خيرها باسكو على تاني عرفنا العز والخير معها. وعايده تاني كي جات لمصر كانت انضمت معايا في الفرقه ديالي، ومن بعد صرات يعني ككل عائلات الجزائريه وتبقى اختي. انا غني معاك ككل عائلات ماشي غير الجزائريه، العائلات في العالم كامل اللي صراو بيناتهم مشاكل، بصح انتم شغل غير صرا المشكل منشورات على الفيسبوك. انت هي اللي راح تجوزت حتى تفرجوا حالك. هاي دارت علي. لا انا بالنهايه انا كما كنت تكلمت معاك هذاك النهار، انت نحبك وهي نحبها ونحب كاع الناس ونحب كاع ونحترم كل الضيوف تاعي. انا معاها معليش تعاطفوا معاها، ومصح يقدروا يدخلوا ثاني يوم كاين في يوتيوب قعدت العيد وين قعدت معايا وين هضرت، وكاين دي بصح معليش اختي. صح كانوا شافوا واش نشرتي انت، يعني هذوك الصور اللي نشرتيهم اللي كنا تكلمنا عليهم تان في الحلقه تاعي تاع بابسا. في الفيسبوك تاعي بور لي زانتيم ماشي بور 40 مليون دو دالجيريان، فهمت؟ الوغ ما نهضرش على هذا الشيء. صح ما تشوفيش باللي جا الوقت اللي لازم تصالحوا فيه؟ من انا شوف انا اختي ومهما كان باباها بابا ويماها يما، وبيتيت كو لا ديان تاعي اكثر من لا ديان تاع بنتي، باسكو بنتي بصح باباها سي تان اوتر شخص، مي هي بنت بابا ويما. مسكية هي ما شاء الله تعرف تهدر وتعرف. انا مره خجله ما نقدرش تقعد بعيد وكنت تقيسها حاجه نمد انغان نمدو على اختي تسمع، مي يا ربي اسمح لي واش راح نقول سي تخيك سي با ميشون، مي جاني السرطان وحاربته بالكيماوي ووقفت معاه. مي كي تعود اختي كبيره عليك ما نقدرش ندخل، لو كان جاتني برانيه انا كلها فوتها دارت لي هكذا. بصح اختي معليش باسكو مهما كان تربينا كيف كيف كلينا على قصعه واحده، تمرمدنا عشنا المليح والدوني، ومهما كان سي لو فروي دامور دو مون بير اي ما مير. طيب انت صغيره عليها وهي كبيره، هذا شيء اكيد. ما كانش فرق كبير يعني. ما كانش فرق كبير. حنا مشيه من الشعب الجزائري والشعب المسلم انه ما يكون غلط ولا بليتو ما يكونوا غالطين في حقه يطلب السماح. عندك الجرأه تسمح لها على حاجه ما درتهاش؟ معليش بصح ما نطلبش السماح وما نقبلش السماح تاعها. اسمح لي هاي اختي لو كان صار لها حاجه نعاونها من بعيد، ماشي ما نقدرش ما نقدرش. ديجا انا صحتي على راي على حالها، جو نو با لازم تغير عقليتها عايده و سوا ان بو بلو يعني بزاف حاجات اللي معليش على بالي بلي بالك هادو ما سي دي ديتاي اللي تتهضروا فيهم بعد ما تتلاقاو وتعاودوا تكلموا. لو كان سمع بها حاجه يعني ما كانش كاع امل انه انتم تعاودوا تولوا. شوف ما كانش حاجه اللي نكرهها قد انسان اللي يقابلك يكذب ويبكي ويقول لك درتي ديك الحاجه لوك سي با فغي. انا نقول حاجه واحده قسما عظما وقسما عظما اني ما خرجتهاش، اون بليس ما عطيتهاش سنفت لها 5 سنين، وكي راحت ما خرجتهاش سكنتها
كي خرجت عطيتها ما نقولش ماشي حقها على كل حاله محبه خاطر قلتها باش تكري وعطيتها عف شده تقش ودياتو ما خليتهاش في الشارع وكذا ومسكيا جو بريفير نخلو الاحترام لو ريسبي اونتر نو. طيب هي دوكا اكيد انها راهي تشوف فينا واش تقولي لها؟ واش نقول لها؟ نقول لها نقول لها اذا غلطت معاك انا على بالي ما غلطتش اسمح بيناتنا وربي ان شاء الله يعطيك كاع الخير تاع الدنيا ان شاء الله وان شاء الله اذا سي اذا حاجه اللي جاتني مش ربانيه تسعدك كوني سعيده انت ومعليش. علاش انا سعيد انه باش تعاودوا تتلاقاو باسكو كاين بزاف ناس اللي شغل كيما يقول لك يصطادون في المياه العاكره وكاين بزاف ناس اللي شغل اغتنموا فرصه هاد المشكل اللي راهو فيما بيناتكم وحبوا يزيدوا يحموا البندير كما يقولوا اللي داروا الخوه اللي داروا الفيلم تاع الخوه ونعرفوا انا باش نقول لهم ما تخدموش جوستومون هذا واش راني حاب نوصل لك. كاين بزاف ناس اللي اتصلوا بعايده وقالوا انه نعيمه عبابسه كانت وراء حذف اسمك من مسلسل الخوه في الجزء حاول تعرض واحد من لي ريسبونسابل تاع مسلسل الخوه وحلفوا قسما عظما ما كاين منها وبالعكس انا ماذا بيا كامل خواتاتي يخدموا باش نتهنى ماذا بيا كاع يكونوا مهنيين باش انا ثاني نتهنى ويخلوني نعيش عمري فوالا. نعيمه بابسه شكون صوتها اقوى واجمل انت ولا فلا؟ يا واش جاب انا درت معها الجزائر والشهيده الفوليوم تاعها كان في الفوليوم تاعي كان في 9 ويا في 3 فلا فلا اروع صوت في العالم العربي من غير ما كاينش مقارنه ومن بعد يعني ما تجيبش فلالة في ليكول صح بدينا كيف كيف وانا كان عندي مصائب في الدنيا عمليات ديزانتوباسيون يعني هو صويت نخدم به يعني سيت ان بو دو تو شويه كتابه الكلمات شويه تلحين شويه الصوت شويه الاحساس وشويه الناس اللي يحبوني الحمد لله مي فلالة ما يتقارنش صوتها صراحه. طيب بكل مادام كتقولي صراحه ماذا بيا تزيدي تكوني صريحه وتحكي لي قصتك مع شيرين عبابسه. شيرين حبيبتي وراي الكاميرا هاي كيفيها؟ يا عمري شيرين نحبك نموت عليك شيرين تلميذة مجتهدة بدات معايا وما نقدرش نقول لك شكون اللي دخل بيناتنا خلال هاد الخمس سنين الاخرين وزرب علي الفرقة ديالي ما الحمد لله كانت معك في نفس الفرقة كانت معايا 20 سنة ويتخدم معايا وتعلمت معايا وطيعتني بزاف نقدر نقول اني عندي زوج بنات عندي ثلاثة عندي فلا امل وشيرين وشيرين صوت رائع وربي نجحها يتخدم على وليداتها وراني فرحانه بزاف 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 اني تصالحت معاها باسكو تاني دخلوا بيناتنا بلبله وكذا وكذا زعلت شويه منها مي نحبها نموت عليها ونقول انه اذا عطيتوني شيخه البلاد نقول انه شيرين تاني شيخه البلاد وصوت رائع ونتمنى لها ان شاء الله توت لا ريوسيت. شكون تعتبري انها المنافسه تاعك رقم واحد في الجزائر؟ لا كل واحدة عندها ما عندي كاش منافسة خير مني ما كاش منافسة. شوفوا التواضع لا لا أنا صوت نعيمة الجزائرية صوت راضية منا نحبوا نموت عليه حسيبة عبد الرؤوف من أروع الأصوات تاني راضية عبدة عندنا واسمها هذيك نادى الريحان نموت على الصوت تاعها نوجه لها تحية يعني كامل احنا أسرة فنية وكي يكونوا كاين 20 عرس في النهار ما تقدرش تخدموا غير نعيمة بس كل واحدة عندها لاتوش تاعها كاين تاني أصوات رائعة في الأعراس بصح ماشي معروفة كما أمل رادي كما أمل تاني تقولها أمل روروا تاني صوت تخي تخي بيان كاين يعني عندنا أصوات بزاف شابة ماقدرتش نسيت كلكو فوا مثل كاين أسماء الجرمون عندنا أصوات بزاف شابة وعندنا حاجة تنزيدو نجيبوها لك ونطلبوا من حمزة يعطيها لنا ماشي حمزة لهذه الخطرة شكرا لك امل هادو نحاتهم لي من يدي امل قالت لي ماما كي لابسه انا ندي وحده باش نوريها برك نحاتهم لي من يدي امل باسكو انا لابسه نواغي بلون قالت لي ماما نحيهم ما جاوك شابين مع هذا التلو وشنو هادو؟ هادو سي لا شوز لا بلو بريسيوز اللي عندي هادو ما يتنحاوش من يدي دابا نعاود نلبسهم علاش؟ هادو الله يرحمها يما انا غسلتها في قعدت 10 سنين هي عندي كانت واخده بالالزايمر وبسلامه هاد وبسلامه المشاهدين كي غسلتها كانوا عندها سته كانت مدتهم من بلادها وقعدوا لها هاد الزوج نحيتهم بصير قبل ما مات قالت لي هادو تاوعك لبستهم سي بلو بريسيو كان شاتو ولا كان ريفيير اون ديامون تاع
تعيمة الله يرحمها، ومن 10 سنين يا اخي كي نجوز على السكانر كنقول لهم نو نلفي باسي براسلي. واليوم امال على بالك شو اسيستي هاي فيك اللي تشوفي. واش كانت اخر الكلمات اللي قالتها لك الام تاعك؟ ديما كانت تدعي لي بالخير قبل ما تموت. كانت تدعي لي بزاف بالخير، وكانت مسكينه مريضه لافي لا مالادي دالزايمر، كانت عملت شينيمي بليجي ومن بعد دارت مالادي دالزايمر، وكانت كومان بيبي كانت زقليمه، وكانت كان ميم خواتاتي من ذاك اللي كانوا في الغربه يجوا يشوفوها، وكانت بزاف تحب فلا تاني. على خويا وانا على فوق كنت سمينه وتقول لي جيبي لي ما تزقيلهاش فلا تزقيلها على اسم اختها جميله، كي تشوفها في التلفزيون تقول لي توحشتي جميله. مره انا تبكي في بيكين كريز على فلا، لبست بيروك بلوندا درت سنتي وبديت نغني لها تاع شاكولات. سمعتني قالت لي روح يا من فخك لحلاك ولا تلحقي الزين تاع جميل اختي. الله يرحمك يا يما. انت شكون كنتي قريب؟ شكون كنتي قريبه منه اكثر، الام ولا الاب؟ الاب ميك الام بزاف، باسكو الام لي دي ديرنيير زاني كانت كوم ان بيبي. كان عندي المعاونه صح في الدار، كاين كيما مرت خويا نجيب عاونتني بزاف فيها، سهيله تاني اللي نوجه لها تحيه، هادو كامل اللي يعني الناس اللي مي مالي ديرني طون كانت كومان بيبي الله يرحمها ويوسع عليها. نقدر نقول اون 98 توفى الوالد، مي غير نقول يما راحت مورا، باسكو من بعد عام من بعد دارت لي بيبليجي الى الزايمور، دونك كانت جثتها هنا من لم تبكي لها مسكينه. وشنو هو الشيء اللي كي شغل مفتقداته من الوالد تاعك؟ شوف الوالد الله يرحمه يعني تهدو كتافي ملي راح لبابا الله يرحمه، حتى كي كان هكذا سيتي مي نقدر نقول انه كي مرض ذاك الوقت صح، كل واحد كيقولوا عندك سرطان يخاف من الموت، من ملي راحوا بابا ويما الله يرحمهم رجعت ولا جات الموت لا اله الا الله باسكو بور موا. يعني انت مستعده لمواجهه الموت؟ ولا الحق لاجل لا اله الا الله محمد رسول الله. انا كي تجيني كربه نقول الحمد لله يا ربي العزيز اللي زدت لي 26 سنه ومازالني واقفه وزوجت ولادي والحمد لله، ولا لحقت الساعه لا اله الا الله محمد رسول الله. علاقتك بالدين ناعمه؟ علاقتي بالدين انا جو سوي براتيكون، انا في داري مدايره محراب وصلاتي في وقتها، وما تقدرش تفوت لي صلاه الفجر، ما تقدرش يعني الدين سي ملي كنت صغيره من لاج دو 13 ans يعني صلاتي والدين تاعي ما تقدرش. وشنو هو الشيء اللي كيخليك تقول لك؟ نقول انه الدين هو يعني نقول لا فوا الايمان، الايمان هو اللي يعطينا الشجاعه، هو اللي يعطينا الصبر، هو اللي يعطينا باش نقول لك بزاف حاجات اللي مريت بهم بعد المرض ديالي وجوسكا بريزون والحمد لله نضارب مع باسكو علاش ربي سبحانه قبل ما يمد ضربه للانسان يعطي له الصبر باش. وانا عندي لا شوز لا بريزيوز يعني نقول انه الكنز الكبير اللي عندي هو الصبر والشجاعه وايماني بربي سبحانه. يعني حتى كان دوك يقولوا لي بقى لك اون دوميغ نشاهد ونستغفر ونقول نشكرك يا ربي. طيب وشنو هو الشيء اللي خايفه يصير عليك في حياتك؟ نخاف من حتى حاجه، مور حياتي ان شاء الله ربي يقبلنا في ان شاء الله نكونوا من يغفر لنا ذنوبنا وهذا ما كان ممكن. نعم بفتح في الموسم السابق من برنامج بعيدا عن السياسه كنت جيتينا مع زوجك سوري الجنسيه. اين هو؟ مازلني معاه. مازالكم عايشين قصه مازالكم متحابين؟ مازال. نقول لكم برك باللي اليوم رانا في عيد الحب، صورنا هذه الحلقه في عيد الحب. نسلم عليه. مازالكم عايشين نفس قصة الحب؟ مازلنا عايشين كيف، مي دوك هو راهو يخدم في بلاد واحدة أخرى، مي دوك راني نروح خديت أنا أبارتمون دون أن أوتر بيي، راني نروح ونجي. مازلني الحمد لله تخي تخي بيان معاه. أيما بس أعطيني نعطي لك بعض المواضيع وقولي لي هل أنت ضد أو مع هذه المواضيع؟ هل أنت ضد أو مع الزواج المبكر؟ أنا ولادي زوجتهم صغار. هل أنت ضد أو مع زيارة فلسطين بوضع خاتم الكيان الإسرائيلي على جواز سفرك؟ بعيدا عن السياسة ولا قريب على السياسة والله ما على بالي. فلسطين نروح بصح صغير ما نروح فلسطين يديروا لي في جواز سفر ها؟ قالت لك تلفتها لي بعيدا ولا قريبا على السياسة ضد أو مع نروح لفلسطين كاين العرب الفلسطينيين ايه بصح لازم يديروا لك الكاشي تاع الكيان الاسرائيلي. ما يديروليش ضد او مع؟ ليش نروح للحبس من بعد؟ ما
رحتيش كان العمره ما زال رحت كنت مرات عمره وحجه الله يبارك وكي حبت عاودي ان شاء الله حبيت نروح بامكانياتي عمليه تجميل ضد او مع عمليه التصليح ماشي التجميل ماشي مانيش كونكريت او بدا درس الفلسفه دوكا لا لا عمليه التصليح واحد كيعود عنده حاجه تخربت له في جسمه انه يصلحها وي واحد اللي يبدل خلق الله جو سوي كونتر مع كل احتراماتي للناس اللي عملوا عمليه تجميل مي ان الله جميل ويحب الجمال يعني كتعود حاجه خفيفه هكذا مي يعني واحد اللي انا درت تصليح ايه تعواش نقدر نعرف ما نقدرش نقول لك الناس كاع ما عارفين واش داكور داكور سي بون سي بون سينو لو ريست ها تحب نوري لك الزين ناتشورال عليها لا ماشي زين باسكو انا كانوا يقولوا المزعوقه في بلاد عباب سناعمة انا قلت له معليش الزعقه تدوم بصح الزين ما يدومش نعمة هل انت ضد او مع الحرقه؟ لا لا بالعكس انا راني ضد حتى الواحد اللي عنده الفيزا ما يروحش يقعد في بلاده علاش؟ باسكو بلادنا هايله عبالك هذه المره رحت يومين رحت جي بري بيي بوغ 4 جور لون دو مان وليت البلد ومن انا نحب الجزائر عندنا كلش اللي فيك ما يحملش البرا كيما تقول عاتق عندنا كلش عندنا سبيطارات عندنا الدواء عاتق ربي يشفيك حبيبتي امين يا رب نوجه لك تحيه ونقولوا لك وعندنا دي ميديسان وعندنا الخير وعندنا البحر وعندنا واش نديروا برا تقول الواحد بالك هو يشوف فينا اليوم وكان اليوم اتخذ قرار انه باش يهجر بطريقه غير شرعيه ندير براكه في الزنقه يقول لك بزاف يقول لك باسكو انت كي عايشه رفاهيه ندير براكه باسكو احنا الحمد لله الشعب الجزائري الشعب الجزائري قلبه مليح انا نورمال نحب الدار الشابه نبدا نسقم نوسي بصح عايشه نورمال يعني ماشي قنعيه السيد باش ما يهجرش شكون وراه نهضر هنا بالك تروح وليدي ما تروحش ما تروحش شوف دير قيطون هكذا بالوسمو وقعد في بلادك باسكو انا ما كاينش اللي مات بالشر ولا مات وسورتو ولا راك بصحتك شمر على يديك وخدم خويا سي فغي وبا خدمه رانا كاع نزبزو مع الدنيا ونخدمو وحنا نشمروا على يدي وانا نشمر على يدي باش ندور الارجوحه ونقول لك بلي وصلنا لختام البرنامج نعيمه بابسه تفضلي معنا كانت خفيفه شويه بزاف شونتي انا شتي ربي يخليك نعيمه شكون ترشحي لنا باش يكون هنايا في الارجوحه؟ نقدر نقول كاين زوج شكون؟ فله وحاسيب عمروش جستمو والله راني حايب نجيبهم بصح فلا لازم تجيبيها انا راكم شاهدين مشاهدينا الكرام فلا حاسب عمروش وشيرين تاني حنونه آه ايوا خلاص ايه شيرين حنونه ايه حمزه مرا صورني وبين يدي كبيره شكرا لك حمزه شوفي معنا وقولي لي كلمه ختاميه نعيمه نشكرك على هذه الاستضافه رياض هذا ما كان كملي كملي هذا انت ونسلم على كامل الشعب الجزائري والمشاهدين الكرام وكاع الافريقيين الافارقه فريق حنونين ساكنين سعود وغد وان شاء الله ربي يجمعنا في ساعات الخير وشكرا ويحنن القلوب وربي يخليك مشاهدينا وصلنا لختام البرنامج نقول لكم المحبه والاحترام يولدان الارتقاء خلونا نتحبوا في الله وخلونا نرتقي سلام نتلاقاو ان شاء الله الاسبوع المقبل باي سلام Donuts.